السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مباشرة من مدينة تمارة وبالضبط من شارع عبد الكريم الخطابي، الطريق الواحد وخمسين. الطريق الواحد وخمسين اللي من ديالنا عندنا مسجد الهدى والاتجاه ديال عمارات حي النصر، وعلى اليسر ديالنا عندنا مسجد الرضوان عندنا الاتجاه ديال حي النهضة. الحملة متواصلة على الكروسة وعلى الأمور العشوائية، وتحرير الملك العمومي كذلك متواصل. الناس بدأت العملية هنايا بحضور السيد القائد توفيق. غادي نحاولوا نقربكم من بعض المستجدات هنا بجنبات الطريق المؤدية للمسيرة واحد. فكنشوفوا هنايا في الجنبات ديال المسجد، بعد ما غادي نغيروا المسار اقصى اليسار، غادي تشوفوا معنا انه ما كاينش الكرارس هنايا. وهذه رساله، وهذه رساله للناس يعني اصحاب الكروسه، انه راه جايه امور متعلقه باسواق نموذجيه. كما كتشوفوا هنايا الكرارس ما كاينينش، فكاين اسواق نموذجيه جايه في الطريق. كنشوفوا هنايا الناس بداو كيحيدوا الطيراس، هنايا بداو كيديروا بيشان اللي هما يعني كيتجمعوا ريتاما، يعني تقاد الامور ربما واش غيكون عندنا واجهه موحده او ما شابه ذلك. فكما كتشوفوا معنا هنا كان عندنا مجموعه من البيشان كانوا زناقي فوق التروطوار هنا في الجنبات، فالحمد لله كنشوفوا ان الناس استجبات لهذا الامر هذا. كنشوفوا كذلك البقعه اللي كانت هنا عامره فكنشوفوها خاويه مزيان، هادشي اللي كنشوفوا مزيان الاخوان. الناس تخدم فيما هو قانوني، ما هو يحترم الغير، هذه امور اللي هي ايجابيه. فصراحة كنشوفوا مجهودات كبيرة كيقوم بها السيد القائد توفيق هنا في الأمور المتعلقة بتحرير الملك العمومي، وفي نفس الوقت كنشوفوا أشغال مهمة هنا في الجنبات ديال طريق شارع مولاي رشيد. فكنشوفوا معنا عملية حفر كبيرة هنا في الجنبات، كنشوفوا التروطوار هنا تحاط، كنشوفوا الجي سي بي خدامة هنا في الجنبات. الطريق هذه هي اللي كتدينا مباشرة كتخرجنا جهة شارع طارق بن زياد. غادي نديروا واحد دوميتور هنايا باش نقربوكم من الصوره كيفاش ولات هنا في الجنبات. فكنشوفوا الحمد لله انه الناس كان منهم واحد التفاعل ايجابي في اتجاه السلطات المحليه فيما يتعلق بتحرير الملك العمومي. هنا كنشوفوا المقاهي هنا شملاتها عمليه الهدم هي الاخرى كذلك، فنتمنى من الله الخير والتيسير. العمليه ان شاء الله غتعطينا شوارع جميله، شوارع نقيه، امور غايه في الاهميه غنواكبوها معكم ان شاء الله، فنتمنوا من الله الخير والتيسير. الاتجاه اللي غادي فيه دابا الاخوان غادي يدينا في الاتجاه ديال الرحبه فين كتعمر في اتجاه مركز مدينه تمارة. الحمله متواصله في مجموعه من النقاط، شفنا السيد القائد عفيفي كذلك في تراب الملحقه الاداريه الثامنه، شفنا السيده القائده السعديه في تراب الملحقه الاداريه عفوا في الملحقة الإدارية الثامنة، والسيدة القائدة السعدية الملحقة الإدارية الثانية. أكيد مجموعة من الملحقات فيها خدمة كبيرة. شوفوا معايا الإخوان تبارك الله هذا الشارع قداش ولا، ولا عندنا واحد الشارع عملاق هنايا. اللهم بارك اللهم بارك، كنشوفوا أمور اللي كتبشر بالخير، هادشي كيفرح. الطريق هذه غتولي بإنارة جديدة، غتولي بعملية اسفلت جديدة، بعملية جاردينات جديدة اللي غادي تعطينا شارع مميز إن شاء الله، شارع مواصفات عالية إن شاء الله، وهادشي اللي كنتمناو. الحملة كانت كذلك على الجوطية ديال حي الزرق، الجوطية ديال حي الزرق اللي صراحة كنشوفو تما الناس كيبغيو منين يدوزو منين يخرجو ما كيلقاوش منين. حملة كبيرة كانت البارح، فان شاء الله سوق نموذجي في الطريق. غادي ندوزو بكم تحيه الرجال العمال النظافه، غندوزو بكم ان شاء الله في اتجاه حي النهضه كذلك اللي بدات العمليه ديال تحرير الملك العمومي. اكيد تغييرات كبيره، امور مهمه جايه في الطريق ان شاء الله. كنحاولوا في نفس الوقت كنوصلوا لكم شنو كاين، وفي نفس الوقت كنحاولوا نبينوا لكم بعض النقاط الجديده بمدينه تمارة، بعض المحلات التجاريه الجديده فيما يتعلق بالإشارة. فاحنا راه الإشارة كذلك، الله يسخر الأمور، الله يسهل على الجميع.
كما كتشوفوا معانا هنا القهوة حيدات الطراز ديالها، كنشوفوا الناس صراحة تفاعلوا بواحد الشكل اللي هو إيجابي. كاين ناس مساكن اللي كانوا صالحين خاسرين فلوس في الواجهة، كانوا خاسرين فلوس في الواجهة، اليوم جا التغيير، اليوم جا التغيير. وكما كتشوفوا معانا الناس باقي كيحيدوا البيشان ديالهم، باقي كيحيدوا الحديد ديالهم، ولكن اللي كنبغي نأكد لكم غيولي شارع منظم، شارع نقي. كذلك حينا هذا خاصة سوق نموذجي، كنهضروا على التراب الملحق الإدارية الثالثة، فمن المحتمل أننا كذلك غنشوفوا سوق نموذجي بحي النهضة اللي ما غاديش يخلي لنا مازال الكروسة كدور في الشارع. فنتمنوا من الله الخير والتيسير للجميع. البناية الوحيدة اللي بقات في جامايكا، البناية الوحيدة اللي بقات في جامايكا هي المسجد، المسجد المتواجد هنا في الجنبات. في انتظار الإفراج على الرخص إن شاء الله. باش نشوفوا الاسر كيبنيو المنازل ديالهم، العمارات ديالهم، السكن ديال وليداتهم. كاين الناس مساكن اللي ضربوا سنوات في الغربه باش يجيو يستثمروا في بلادهم، كيتسناو الافراج على الرخص. هذا هو اللي كاين، نتمنوا من الله الخير والتيسير يا ربي. دائما مباشره من مدينه تماره، تغييرات كبيره، عمليه تحرير الملك العمومي كذلك. انا في الطلعه ديال الشيخ الطاوي اقصى اليسار، اقصى اليسار كنشوفوا امور اللي هي كبيره كدار هنا في الجنبات. قريبا ان شاء الله غادي نشوفوا هاد العمارات كيتبناو، وغنشوفوا تغييرات مهمه. انطلقنا معكم من الملحقه الاداريه الاولى، دزنا على الثالثه، دزنا على الثامنه، ودزنا على الثانيه. نتلاقاو في فيديو جديد، ونشوفوا الضوء الخضر عاوتاني ان شاء الله مع مشاريع اخرى. وراه جاي الخير القدام مع الزياره ديال السيد الوالي اليوم لجامايكا، كاين امور جديده ان شاء الله اللي غتكون. اللهم يسر والله يسخر الامور. الى هنا مشاهدينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.